درس من التاريخ. أنا موجود في منطقة قمران عند البحر الميت أو يسمى البحر المالح. هذه المنطقة تعتبر أخفض منطقة في العالم، تقع في الشق السوري الأفريقي، وهذه المنطقة البحر الميت أو البحر المالح حوالي 400 متر أو بزيد عن 400 متر تحت مستوى سطح البحر. في هذا الغور الكبير في منطقة هون تسمى قمران، واحدة من أهم الاكتشافات في القرن العشرين في سنة 1947 راعي اكتشف مخطوطات في أجرار، وبعد فترة قصيرة من الزمن انتشرت في كل العالم، وعلى فكرة حتى يومنا هذا ما زالوا يبحثون عن مخطوطات كثيرة في هذه المنطقة. مثل ما شايفين المغاير من وراي، اكتشفوا مخطوطات في هذه المغاير، أكثر مخطوطات طبعاً في مغارة رقم 4. كل المخطوطات العهد القديم ما عدا سفر أستير، لكن أهم مخطوطة اكتشفت أو مخطوطين للنبي إشعياء بعود تاريخها حوالي 150 سنة قبل الميلاد، مخطوطة كاملة. كان في جماعة من الإسينيين اللي بيمارسوا الغسلات الطهارات، طبعاً تعبير على يعني قداسة داخلية عن طهارة خارجية أيضاً، لكن أهم شيء كانوا بيكتبوا هذه المخطوطات بحذر شديد. والمخطوطات اللي اكتشفت عندما نقارنها مع ما هو موجود بين أيدينا اليوم، إحنا بنشكر الله وفعلاً إن دل على شيء بدل إنه الله ساهر على كلمته ليجريها. هذه الكتابات تعتبر نور، وهذه الكتابات تعتبر حق، وهذه الكتابات تعتبر مصداقية لكلمة الله. ليس إنه الكتاب يحتاج إنه شخص يدافع عنه، لكن الأسد يدافع عن نفسه. فالمسيحية راسخة، مؤسسة على أساس راسخ، الكتابات والنبوات في العهد القديم، وطبعاً قيامة يسوع المسيح. هذه الجماعة في هذه المنطقة كانت تمارس هذه الكتابات، لم تعلم إن في يوم من الأيام رح يكتشفوا هذه المخطوطات وتكون سبب بركة لحياتنا. أنا بدعوك إنك تفتخر بالكتاب المقدس، لأنه الكتاب الوحيد اللي فيه نبوات وتمت هذه النبوات، الكتاب الوحيد اللي بيتنبأ عن مجيء المسيح ثانية نبوات للمستقبل، وهذه الكلمات أو كلمة الرب فيها وعود ثمينة، وفيها أيضاً شفاء للجسد والنفس والروح، اللي بتشجع المؤمنين عبر العصور والأزمان وبتقوينا من ناحية روحية. فأنا بشكر الرب إنه وين ما كان بتمشي في الأراضي المقدسة بتشوف مثلاً مخطوطات أو أماكن أو أسماء كلها اكتشفت، وإن دل على شيء بدل على صحة الكتاب المقدس. فأنا حبيت أفرحك معي من هذه في هذه الأخبار، من نفس الحدث، من نفس المنطقة، من منطقة قمران. أنا بصلي إنه لما بتقرأ كلمة الله الكتاب المقدس، وأنا بشجعك تقرأ الكتاب المقدس، بيفتح ذهنك. مكتوب فتح كلامك ينير يعقل الجهال، بتقود خطوات حياتك، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. وكلمة الله بتشفيك حتى من أمراضك، مكتوب أرسل كلمته فشفاهم في أمثال 4:22، هي دواء لكل الجسد. بشجعك إنك تقرأ كلمة الله اللي بتغير حياتك في كلمة الحق، واللي بتقودك كالنور في حياتك، واللي بتشبع قلبك وحياتك، وأيضاً تعطيك القوة الروحية على الاستمرار في هذه الأيام. الرب يباركك.